مواطنين بدوا يتقدموا نحو المكتب بتاع جهاز الأمن والمحروس بقوات من الدعم السريع، وبدت المناوشات وبقوا يفلقوا وكلام زي ده، ويمكن حصل ضرب بتاع ذخيرة من جانب القوات الحارسة للمكتب على أسر أصيبة يمكن شخصان من المواطنين. ونحن داخلين على محلية السوق علمنا بأنه في مواطن استشهد من الجرحى الاثنين، ويمكن كانت في حالة بتاع تشنج وغضب كبير جدا موجودة بالمحلية. دخلنا إلى محل الحدث وكان التجمع كبير جدا، يمكن كل مواطني السوكي يعني بقوة كبيرة جدا وبغضب كبير جدا موجودين في السوق أمام مباني جهاز الأمن، وخشينا في النص حقيقة عشان نهدي الوضع. يمكن نحن قرابة 3 ساعات بنتحدث مع المواطنين و جبنا كل القوة بتاعت الجيش الموجودة في الفرقة وقوة الشرطة مع مدير الشرطة، ودخلناها ما بين قدام المبنى بتاع الجهاز. وطيلة تلك الفترة كنا بنحاول تهدئة الناس، ولكن الناس كان في يعني غضب كبير جدا وكانوا زاحفين نحو المبنى قدر ما حاولنا، يعني كل القوات دي بتلز في الناس، والمبنى يمكن كان خلفه البحر وكانت مسألة صعبة شوية. و يمكن بعد كل محاولاتنا بأنه نثبت الناس وزحفوا وقربوا على الموقع، فجأة كده ضربت ذخيرة من القوات الموجودة في حراسة المبنى، والحقيقة الضرب أصبح كبير جدا وشديد، ويمكن المواطنين على أثره انفضوا من أمام المبنى، وخرجت القوات الموجودة داخل المبنى من الدعم السريع وجهاز الأمن إلى خارج المبنى، وطلعوا وهم ضاربين ذخيرة فوق. يعني الحمد لله يمكن ما أصيب زول من الثاني يعني من الناس، أو ما أصيب عدد كبير من الموجودين نتيجة لأنه الذخيرة كانت لأعلى. في نهاية الأمر يمكن قمنا باحتواء الموقف، ويعني قمنا بحصر الخسائر الموجودة.